أهلا وسهلا بك عزيزتي المشاهدة. اليوم راح نسوي كفتة الفرن أو كفتة الصينية، هذه اللي دا تشوفيها أمامك. قدمتها مع البرغل وقليل من اليوغرت. تعالي وياي حتى أشوف لك المواد المطلوبة وطريقة العمل والمقادير. عزيزتي، اللي راح نحتاجها اليوم لأكلتنا كفتة لحم بالصينية. هي عندي كيلو لحم مفروم، احتاج نصف باقة معدنوس، احتاج 2 عدد بصل، 4 ملاعق بقسم، ملح، فلفل اسود، 2 عدد بيض، واحتاج ايضا هنا عندي الهيل، كمون والقرفة أو الدارسين، وعندي مثل ما قلت فلفل أسود وملح، والفلفل الأحمر اختياري، يعني إذا أنت تحبين تضيفي هو اختياري. راح أبدي أخلط البيض أول شيء، أخليه على اللحم، أضيف البصل، المعدنوس، الدارسين وال قصدي القرفة أو الدارسين والهيل والكمون، أيضا راح أضيفهم في البقسم، ونصف ملعقة طعام ملح، نصف ملعقة طعام فلفل أسود، والفلفل الأحمر اختياري مثل ما قلت، واخلط جميع المواد وافرغها بالصينية، اخليها بالفرن بالوسط متوسط الحرارة لمدة 30 دقيقة. عزيزتي، بعد ما انتهيت من كفتة اللحم بالصينية سويتها وخليتها بالصينية بهذا الشكل صارت، انتهيت منها، راح اخليها بالفرن وابدي اسوي البرغل. البرغل احتاج له، طبعا انت تقدرين تقدميها مع الرز او البرغل. البرغل انا دا اسويها اليوم برغل. البرغل يحتاج له طبعا عندي زيت تقريبا نص كوب زيت، لان البرغل يحب الزيت. عندي بصلة كبيرة او 2 بصل حجم متوسط مقطع بهذا الشكل. احتاج ملعقة طعام معجون طماطم، خليتها بالقدح، واحتاج عندي هنا المكعب الماجي الخضروات، 1 مكعب ماجي خضروات راح اضيفه على هذا المعجون الطماطم، واضيف له مي حتى يذوبون، لاجل ان يذوبون مع بعضهم، ماء مغلي اضيف له لاجل ان يذوبون مع بعضهم، بعدين اضيفهم على البرغل. هسه سخن عندي الزيت، راح اخلي البصل، اقلي البصل. بعد ما خليت البصل وبدا يقلي شويه، غسلت هاي الاثناء غسلت البرغل. البرغل ما يحتاج تنقيع، بس غسلت البرغل. هسه راح اضيفه على البصل والزيت، اضيف له ملح حوالي ملعقة طعام او اقل او اكثر حسب انتو يعني الكمية اللي تريدون، ولا تنسين ايضا الماجي، ماجي الخضروات بملوحة، ما يحتاج يعني كثير من الملح. بعد ما قلبت هذه المواد مع بعض، راح اضيف لها عندي مثل ما قلت معجون الطماطم، خلطته مع شوية من ماء دافي، ومكعب 1 من ماجي الخضروات راح اضيفه عليه، واضيف باقي الماء اللي احتاجه لطبخ البرغل. البرغل ما يحتاج كثير من الماء، يعني قليل من الماء بس، يعني يصير نفس المستوى البرغل والماء افضل، حتى لا يصير معجن كثير ولا ناشف كثير، نفس المستوى صار.
بس اخلطه زين. راح اوطي النار واتركه الى ان دايب يعني يبقى يقدر. عزيزتي هو هذا الشكل النهائي والأخير لكفتة الفرن بعد ما أخرجتها من الفرن. هي هذه اللي دي تشوفيها أمامك، قطعتها بهذا الشكل. وتقدرين تقدميها مع الخبز أو مع الرز أو البرغل. إن شاء الله تعجبك وصفتي وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.